وينضم معنا مشاهدينا الكرام من الرياض المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المهندس حسام الدين مدني. مهندس حسام، لو تحدثنا عن مؤشر مدركات الفساد وماذا يقيس ومن الجهة الدولية التي تتبناه؟ حياكم الله وشكرا على الاستضافة. مؤشر مدركات الفساد هو حقيقة إحدى المؤشرات الهامة ويصدر عن منظمة تدعى منظمة الشفافية الدولية كما ذكر التقرير منذ دقائق، ويقيس هذا المؤشر بجانبين: سلوكيات معينة مرتبطة بالفساد، وهو مؤشر مدركات أو انطباعي perception، يقيس تفشي الرشوة، اختلاس المال العام، استغلال السلطة لمصالح شخصية، وأيضا الأهم يقيس أيضا الآليات التي تتبناها الدول لمكافحة الفساد مثل آليات المحاسبة، أجهزة القياس، نشر البيانات. وهو مؤشر يهم يعني شرائح كثيرة مختلفة، ويهم أكثر شريحة المستثمرين الذين يوجهوا استثماراتهم لدول مختلفة. نعم مهندس حسام، بالحديث عن المملكة، ماذا يعني تقدم المملكة في مؤشر مدركات الفساد؟ ألو؟ نعم أستاذ مهندس حسام، هل تسمعني؟ أعيد لك سؤالي من جديد. تفضل. ماذا يعني تقدم المملكة في مؤشر مدركات الفساد؟ تقدم المملكة في هذا المؤشر يعكس خطوات إصلاح وتحول إيجابي المملكة يعني شهدتها خصوصا في عام 2017، ولكن أيضا من قبل عام 2017، إنشاء هيئة مكافحة الفساد في عام 2012، إنشاء جهاز حكومي مستقل مثل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لمتابعة أداء الأجهزة الحكومية في عام 2015، أيضا إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد. هذه الخطوات الهامة التي تدعم يعني رؤية المملكة الطموحة في عام 2030 تؤكد لنا داخليا وللعالم أن المملكة تخطو خطوات ثابتة في طريق الإصلاح الاقتصادي. طموح الرؤية طموح عالي، وقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لدفة مواجهة الفساد فعلا كانت بمثابة يعني عصر جديد للمملكة. نعم. وتدفع هذه العملية عملية التطوير والتحسين في الأداء الداخلي للوصول إلى طموحات 2030. نعم مهندس حسام، لو تحدثنا عن منصة الأداء الدولي التي أطلقها مركز أداء الشهر الماضي. منصة الأداء الدولي هي إحدى الأدوات التي يستخدمها المركز في متابعة أداء المملكة على ملفات دولية مختلفة، إحداها أيضا مؤشر الفساد الدولي. كما تعلمون أن المركز يقيس أداء الأجهزة العامة بأنواعها المختلفة، الوزارات، الهيئات والصناديق الحكومية وغيرها، ومنصة الأداء الدولي كانت هذه إحدى الأدوات التي أطلقت في مؤتمر دافوس في الشهر الماضي، والتي تسمح للمهتمين عالميا بمتابعة أداء المملكة داخليا، وأيضا لقط أصداء عالية جدا في كأداة تهديها المملكة العربية السعودية للعالم لمتابعة أيضا أداء دولهم على محاور 12 مختلفة تشمل محور الاقتصاد والبنية التحتية والطاقة وغيرها. نعم. ووجد قبول يعني عالي جدا من فئات مختلفة، سواء كانت جهات بحثية، جهات أكاديمية أو أجهزة حكومية مختلفة. نعم المهندس حسام الدين مدني، شكرا جزيلا لك.